بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. طبعا دائما تجينا هاي المشاكل، يعني إذا خلل بالجهاز يجي بعد جهاز جديد بعد كلش يعني ولا شايف الهواء زين، لاحظ رأسا إذا أكو عطل يقص هذا اللي بلك وحرامات، يعني بلاحظ شلون التقنية مشتغلينة حلوة مرتبة. إخوان إذا أكو عطل يصير بهذا المكان ف90% هذا الفيوز تجيب در نفيس من ناية وتفتحه وتفحص هذا الفيوز أو تبدله زين، هذا العطل يصير دائما فحرامات. ليش يعني دائما نلقى هاي الحالات جيبه وبتره من ناية زين؟ ممكن داعي لازم تعرف شو المشكلة. طبعا المشكلة حسب ما افتهمتها يعني، طبعا هو الزبون مشتريه على أساس أنه بالة، هو عبارة عن جدر هذا لاحظ، وتقعد هاي بي زين هالشكل أو تقعد بي هاي زين. هذا من نيجي نقرأ المواصفات مالته ونقرأ شنو هو، طبعا اكو ناس ما تعرف شنو الحاجة يشتروها وما يعرفوا شنو القصة. هنا كاتب لك ديجيتال سلو كوكر، يعني هذا للطبخ البطيء. الطبخ البطيء لاحظ النقطة المهمة اللي بيه، طبعا 260 واط، 260 واط، وكاتب لك طبخ بطيء. نيجي على القانون اللي عندنا، القدرة تساوي لنا في اي يعني الفولت في التيار. من اللي اعرف التيار مالته اقسم القدره على الفولتيه. هنا عندنا 260 على 220 طلع لي واحد وتقريبا ثلث. الواحد وثلث هذا القراءه الامبيريه مو صالحه للطبخ، ولكن تصلح للمدى البعيد احتمال يعني طبخ بطيء. فهنا اذا اريد نعتبره جدر طبخ هذا، فلازم الامبير ماله 5 إلى 8 أمبير يلا يقوم يطبخ لك يعني طبخ سريع. إحنا العراقيين ما صرفنا هاي الشغلة، هذا مثلا تهدير تمن عندك، يعرفون النساء شلون يهدرون تمن على نار بطيئة أو فتشي تريد تحميه حمي. فإحنا بالعراق أو دولنا العربية هاي الشغلة ما صرفنا، يعني احتمال أكو إلى استخدامات خاصة. مثلا إذا عندك الحلويات أكل كاكاو هذا يخلونه بيه ويخلونه على نار هادئة حتى ما يحترق كاكاو، مجرد يذوبونه حتى يستخدمون المعجنات للموطشي. فهاي الشغلة بصراحة ما صرفنا احنا بالعراق، عبالنا احنا نطبخ بيه بس هذا ما يوالم بالطبخ. فالجهاز يشتغل هسه شغلكم اياه، لكنه المشكلة البيه بانه قست الامبيرية مالته. بس راح اشوفكم اياها الامبيرية مالته تشتغل 100%، فهسه راح نشغله ونشوف وياكم الامبيرية مالته هي حقيقية لو لا. لاحظ انها شغلناها والامبير مالتها تقريبا 8 بالعشرة زين، واحتمال هذا تدريجي يزيد. هسه نخلي ايدنا هنا اكو حماوة، لاحظ هنا اكو حماوة عندنا، فاذا اشتغل الجهاز ما بي اي مشكلة. المواصفات مالته حتى هذا الجدار تلاحظ صار كلش حار، الجدار هذا صار كلش حار. فاذا الطبخ مالته هو اصلا بطيء مصمم لاحتياجات خاصة، فما يفيد بالطبخ مثلا تركب تمن او مرق او اي شيء، ما يخدمك هذا، مجرد للحماوة البطيئة. لاحظ، تحياتنا لكم وشكرا جزيلا.